بداية، الصوت الواحد وحكم المحكمة الدستورية بتحسينه، كيف تقرأه سياسيا؟ أولا الصوت الواحد قبل القراءة السياسية سوف أضع بعض الإشارات على هذا الصوت. عندما دعا حضرة سيدي صاحب السمو المفدى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله أمير البلاد المفدى، دعا إلى الصوت الواحد في سنة 2012، نزلنا عند رغبة سمو الأمير وشاركنا مشاركة فاعلة في هذه الانتخابات إيماناً بحنكة وحكمة سمو الأمير ونظرته الثاقبة في ما يدور حول هذا الوطن وحول المعترك الذي يدور حول المحيط من الدول. وجدنا أن الصوت الواحد هو فعلاً مرضي وعادل ومقنع للجميع من الأقليات ومن التكتلات السياسية، فهو عين الصواب، ونزلنا عليه في سنة 2012. ومن هذا بعد حكم المحكمة الدستورية نزلنا تحصينا لموقفنا كما حصلت المحكمة الدستورية صوت الواحد. طيب، من ناحية أخرى، هناك لا تزال دعوات لمقاطعة هذه الانتخابات، وهناك أيضا تيارات كانت مقاطعة في الانتخابات الماضية ورجعت بعد تحصينها. هل تعتقد بأن عودة هذه التيارات مرة أخرى إلى الساحة السياسية هل هو لعملية التحصين وإيمانا بدولة المؤسسات، أم بأن يعني اعتقدوا بأن الصوت الواحد أصبح قدرا للانتخابات الكويتية وبالتالي دخلوا حتى لا يخسروا يعني؟ أولا بالنسبة لمن شارك في السابق فهو جسد موقفه الحالي، والشق الآخر من سؤالك إجابته، الذين قاطعوا في الانتخابات السابقة انقسموا لقسمين، قسم مؤثر للمقاطعة وقسم تابع لأراء المقاطعة. الآن وجدنا القسم التابع لهذه المقاطعة عاد إلى رشده وأراد المشاركة الفاعلة، لأن الشعب الكويتي يحب المشاركة سواء ترشحا أو انتخابا لمن يراه يمثله تحت قبة البرلمان. وأما بالنسبة للأخوان الأفاضل الذين قاطعوا الانتخابات، نحترم وجهة نظرهم ونقول إن كان لهم رغبة في المشاركة فهم أحرار في بلد كفل لهم الدستور به الديمقراطية والمشاركة الفاعلة. وأنا أدعوهم من هذا المنبر الحر، أقول أدعو أخواني المقاطعين وأدعو الأخوان الذين لديهم تردد في هذه المشاركة، أدعوهم من هذا المنطلق أن يعودوا إلى الحوار مع قواعدهم الانتخابية. لا زالت القواعد تنتظر وتعلق الأمال أولا على حضرة صاحب السمو والقيادة الحكيمة، ومن ثم تأخذهم العواطف إلى قواعدهم إلى ممثليهم في الانتخابات أو من قاطع، نوصيه أن يشارك في هذه الانتخابات ويعود للمشاركة الفاعلة. من كان لديه قناعة أو رأي فليعبر به ويعدل عبر القناة الدستورية من تحت قبة البرلمان. طيب، من ناحية أخرى، أبرز نقاط برنامجك الانتخابي؟ أو عنوان شعار الحملة هو الكويت أهم، الكويت أهم. الأول يعني سنتكلم وتكلمنا سابقا وتكلموا أخواننا السابقين والحاليين ومن سوف يشارك في هذه الانتخابات عن التنمية وعن محاربة الفساد وعن تطبيق القانون بحزم وشدة وحزم وجزم كما أوصى به سمو الأمير. وعندما نتكلم عن التنمية وعن الصحة وعن التعليم وعن تكريس فعالية الشباب، وأنا من هذا المنطلق وضعت على كاهلي أمانة وصوت حر أنادي به من هذا المنطلق. الأول هو فتح طريق جديد إلى الشباب، الكفاءات، أبناء الوطن الأوفياء للمناصب القيادية في الدولة، وأشكر من ساهم بخبرته الطويلة سواء من وكلاء أو وكلاء مساعدين وأمضوا وقتا طويلا في خدمة هذا الوطن، أوصي أن يفتح مجالا لتنصيبهم في المناصب القادمة. ومن وجد ليس لديه مقدرة على العطاء أن يترجل مشكورا مأجورا، وليس مشككا بأحد ولا نافرا لأحد، وتربطني علاقة وثيقة مع كثير من الوكلاء والوزراء والأخوان المواطنين. ولكن نريد أن نغير، فهناك فكر جديد وهناك احتياجات للشباب، فمن هذا المنطلق أوصي أن يكون يعودوا إلى مراجعة أنفسهم. وأجد كثيرا من الوزراء لم يأخذ أشهر والوكلاء باقين، ألم تراجع الحكومة هذه الإخفاقات؟ يجب مراجعتها وإعادة النظر في هذا الجانب. طيب، قلت لي عندك بيتين قصيد تشرح في الوضع السياسي. نعم، أنا لدي بيتين من الشعر أشرح فيها الوضع السياسي وأحث على المشاركة. سمعا وطاعة يوم نادى المنادي،
وفزعاتنا وقت الشدايد سريعة، صباح الأحمد بين كل العباد ينصاع لمره والمساعي رفيعة. يا أميرنا الغالي كريم الأيادي، حنا معك يا أمير سنة وشيعة، وأهل الكويت فداك حضر وبوادي، مع كل فالق نور يا أمير بيعة، أنت الحكيم ابن الحكيم القيادي، حفظت دار العز عن كل ضيعة، وكسرت خشم زاد فيها العنادي، وفرقت جمع أهل القلوب الوجيعة، وجمعت شعبك بالسنع والرشادي، ما عاد باقي للتعدي ذريعة. سلام. صح لسانك وبالتوفيق إن شاء الله. صحة أبدانك، وأتمنى لكم التوفيق، وأشكر قناتكم وقناة الكويت على هذه الاستضافة الخاطفة، وسوف نشارك إن شاء الله تعالى معكم في حواراتكم السياسية، ونتمنى لكم التوفيق بإذن الله تعالى وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا لك إن شاء الله. شكرا.